قالت شركة سامسونج إن مستخدمي هاتف جالاكسي نوت 7 سيتلقون تعويضاً، وذلك عقب وقف إنتاج الهاتف بعد تسجيل حالات اشتعالها. آخر التقارير أفادت أن 70% من شركاء سامسونج قد يحصلون على تعويض، لتبلغ بذلك تكلفة التعويضات المالية أكثر من 265 مليون دولار. ورفعت إجمالي الخسائر التي تتوقعها سامسونج في العالم إلى 5.3 مليارات دولار.